هو مشكلة الأردن؟ ما أنا شايف مشكلة. ما أنا كنت ما شايف مشكلة. طيب الآن شو مشكلة الأردن؟ الآن مشكلة الأردن أنا بعتقد أمران عدة أمور. أولاً أن كبر الجهاز الحكومي وعدم فاعليته. ترهل الإداري. ترهل إداري ليس له مثيل. يعني إحنا من أسوأ دول العالم من حيث حجم الحكومة لعدد السكان. يعني 42% تقريبا من القوى العاملة تشتغل في قطاع العام. الأمر الثاني سيدي اللي هو عدم التنسيق بين الدوائر الحكومية نفسها. ما بينسقوا مع بعض. عكس بولدوا هيئات. فهذا شو اللي بيصير؟ اللي بيصير بيسموها باللغة الإنجليزية السايلو إيفكت. يعني كل واحد قاعد في هالجرن تبعته في المخزن تبعه ملوش علاقة في اللي جنبه. فلذلك هذا بتقل بركة الشيء ويحدث في تنافر. وهذا الأمر الثالث إنه إحنا القطاع الخاص والخبراء تهجروا الحكومة والحكومة لم يعد فيها كفاءات عالية. طب وليش؟ لأنه إما نظام الرواتب مش صحيح، أو لأنه التعيينات فيها وساطة، أو لأنه نحن لا نتبع ما يسمى بنظام الكفاءة الإداري في اختيار الناس.